ننتقل إلى واشنطن، ومساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند. سيدة فيكتوريا نولاند، أهلا وسهلا بك معنا على سكاي نيوز عربية. يعني دعيني أبدأ معك أولا، أهلا وسهلا، أبدأ معك أولا بملف العقوبات. على ما يبدو أنه واشنطن تجهز لترسانة من العقوبات، إلى أي مدى يمكن أن تذهب واشنطن بهذه العقوبات، وهل أنتم واثقون من فعاليتها؟ العقوبات التي نفرضها ليست فقط بعقوبات أمريكية، بل هي عقوبات فرضها أيضا الاتحاد الأوروبي واليابان وكندا وبريطانيا، وهناك دول من حول العالم تنضم أيضا إلينا في فرض هذه العقوبات. ونعرف أنها لديها تأثير مدمر على الاقتصاد الروسي، وتمنع روسيا من الوصول إلى الأسواق المالية الدولية، ويوجد أكثر من 150 شركة أغلقت أبوابها في موسكو لأنها قلقة بشأن العقوبات، بالإضافة إلى القيود على استيراد التكنولوجيا المتطورة وغيرها. وأعتقد أن ذلك سيكون لديه تأثيرا كبير على روسيا لتطوير نفسها أو للتعامل مع بناء آليتها العسكرية. فضلا عن ذلك، نحضر المزيد في حال هذه الحرب لم تنتهي بعد. لكن هل قطاع النفط والغاز الروسي سيبقى بمنأى عن العقوبات الأمريكية، أم أنه وارد أن يمكن أن تذهب واشنطن إلى هذا الحد؟ فرضنا بعض العقوبات على هذين القطاعين بالأمس، كما فرضنا بعض العقوبات على تصدير تكنولوجيا النفط والغاز. ومن المؤكد إلى أننا ننظر إلى كل هذه المسائل، كما أننا نتكلم عن محاولة إدارة أسواق الطاقة، لأن كنا متأكدين جدا فيما يتعلق بفرض هذه العقوبات لضمان أن الغاز والنفط سيستمران بالضخ إلى أوروبا، وبأنه علينا أيضا العمل على المرحلة التالية من العقوبات. ونريد القول للجميع أنه على الرغم من التأثير المروع لحرب بوتين على أوكرانيا، إلى أننا بذلنا كافة الجهود للتأكد من أن العقوبات المفروضة على روسيا ستؤذي روسيا أكثر بكثير مما ستأذي الأسواق المالية العالمية. هذه نقطة لافتة جدا، لأنه سعر الخام، برميل الخام في النفط، وصل اليوم إلى مستوى لما قبل العام 2014 أعلى مستوى له منذ سنوات، وبالتالي كيف يضع ذلك أعباء إضافية على الولايات المتحدة الأمريكية لتتعامل مع هذا الملف بحساسية؟ كما ذكرت، نحن نوفر بعض العقوبات المخصصة على روسيا للتأكد من أنها لن يكون لديها أي تأثير على توريد النفط والغاز، ولقد حمينا إمدادات الغاز والنفط من حول العالم من هذه العقوبات، ونتكلم مع العديد من شركائنا بشأن إطلاق الاحتياطي الاستراتيجي للتأكد من أن الأسواق الطاقة ستبقى مستقرة، وسنفعل ذلك مع بعض من حلفائنا وشركائنا من حول العالم، ونعمل أيضا على زيادة الإنتاج على الصعيد الأمريكي. أسعار النفط كانت مرتفعة نتيجة للعديد من المسائل، لا سيما الانتعاش الاقتصادي والتضخم ما بعد جائحة كورونا، ولكن علينا العمل معا لتخفيضها. طيب سيدة نولاند، هل ستستمر واشنطن في إرسال المساعدات والأسلحة الفتاكة لأوكرانيا، بينما يتحدث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن اعتبار روسيا أن تدفق هذه الأسلحة من الغرب هو إعلان للحرب العالمية الثالثة؟ نعرف أن بيان لافروف هو غير مسؤول، كما كان سيد بوتين غير مسؤول في إطلاق هذه الحرب غير المبررة وغير الاستفزازية ضد الدولة المجاورة لأوكرانيا. والآن أصبح أكثر من مليون شخص في وضع لجوء، ولقد قصف المدارس والمستشفيات والبنى التحتية الأساسية، كما أنه قطع المياه والكهرباء، ويبدو أنه مستعد لمحاصرة
أصدرت العاصمة كييف وهي مدينة تعود لمئات السنوات. الأمر يتعلق بطموحات السيد بوتين بإعادة إنشاء الاتحاد السوفيتي وإعادتنا إلى الحرب الباردة، ولكن 140 دولة بالإضافة إلى معظم دول الشرق الأوسط وبما فيها الإمارات قد وقفت أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وأدانت هذه الحرب وأدانت هذا العدوان الروسي. الأمر يتعلق بروسيا وببوتين وبتحماته، والآن يقف بقية العالم لرفض هذه الطموحات كما فعل الكثير من المواطنين الروس. هناك بعض الآراء سيدة نولاند تتحدث عن أن واشنطن هي من ورطت أوكرانيا في هذه الحرب ودفعت بها لمواجهة مفتوحة مع جيش يتفوق في كل النواحي، لأي مدى أو كيف تعلقين على هذا الكلام؟ لم تشكل أوكرانيا خطرا لأي أحد، كانت تعيش حياة سلمية. نعم كانت تبحث عن أن تكون أوروبية أكثر وأن يسمح لها السفر بدون أي تأشيرات إلى أوروبا، ونعم سعت أوكرانيا إلى الانضمام إلى حلف شمالي الأطلسي، ولكن نعرف أن الناتو لا يشكل أي خطر لروسيا ما لم بدأت روسيا بأي عملية. بالتالي أعتقد أن هذا خطاب من الأكاذيب عمل عليه بوتين ولافروف، وذلك لإزالة اللوم والمسؤولية عن هذا الاعتداء السيء على دولة مجاورة، وهو سيسيء للشعب الروسي وسيسيء لهذا القرن. لا يتعلق الأمر بنا، لا يتعلق الأمر بأي أمر فعلته أوكرانيا، بل بطموحات الإمبريالية لبوتين، ويجب أن يفهم الناس ذلك. لقد بذلنا جهود للذهاب إلى المساعدة الدبلوماسية وللعمل على كل المخاوف الأمنية الروسية بما فيها توفير وثيقة من صفحات تتعلق بكل الأمور التي نحن مستعدين للبحث فيها، ولكن بدأ بوتين بهذه الحرب. نشكرك جزيلا على منحنا هذه المقابلة الحصرية مع سكاي نيوز عربية من واشنطن، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية السيدة فيكتوريا نولاند. شكرا جزيلا لوجودك معنا.